ملاحظة هامة، هذا المسلسل هو كوميديا اجتماعية سياسية اقتصادية ساخرة، سنحاول أن نضحككم ونرسم البسمة على وجوهكم، ولكن يرجى الانتباه، مهما كانت براعتنا في الكوميديا فلا يمكننا منافسة المسؤولين وصناع القرار في بلدنا العزيز مصر. وعدوا بالعافية. أنا كل ما صلح فيها تبوظ ضربة للبوس، إزاي الزرعة تكون كوسة وتطلع موس؟ حتى ما ينفعش. العيب في البوس مش في المية ولا في البس، البس نطلع من نقرة لضحيرة والحل في النازل على طول، والناس بتصدق عمياني من كتب سيادتي ومسؤول. وإزاي بكرة هيكون أحلى والحاضر ماشي بمحلول؟ مشفعنا أونصا، أقسم بالله كل حاجة تحت السيطرة. ما تشوفينا نقمة ناكلها. هاونا متأمرين، حلقيها منين أنا ولا منين؟ احترت يا ناس مصر يا جماعة، ورهنت البيت والتلاجة والبنكرياس، وحكومة البيت مش دريانة بتطلب وخلاص. هات 500 جنيه نطلع من نقرة لتحضيرة والحل في النازل على طول، والناس بتصدق عمياني من كدب سيادة المسؤول. منه لله. وازاي بكرة هيكون أحلى والحاضر ماشي بمحلول؟ مشبعنا أونطا، مشبعنا أونطا. لا واضح إن في ناس لسه ما شبعتش. شراعت. ايه الهم اللي احنا فيه ده؟ مش ممكن الصفقة دي. لا اجمد، ده انت لسه داخل على حاجات جامدة. انا عايز قلبك يبقى حديد. بلا حديد بلا اسمنت، الراجل راح يصور في مدينة الانتاج الاعلامي، يعني وكر الفساد كله. انا عايز المقابلة تكون هنا في الشقة. ايه؟ ودي نقولها للظابط ازاي دي؟ هتقولها له ببقك يا فالح. ايه زكاوة الدنيا اللي فيك داخل؟ طب ما تقول له انت. لا يا اخوانا مالي، هو ابويا انا اللي مرشح على ابوك انت؟ ده انا اتعلق لمؤاخذة. وجمد قلبك، خلي قلبك حديد. مش انت اللي مرشح. اخص عليكم. لا جد ما تقولش كده، اخص عليكم ايه؟ انا هتصل يا موتة ولا اكتر. بس وصيتها كتب على قبري شايف مكالمة تليفون. ايه ده؟ استنى، تعمل ايه؟ هكلم الظابط؟ اصبر دي واحدة. رعديد خلقر قوي. سامعك يا وغد. طيب دخلك. الو. ايوه يا مواطن، عايز ايه؟ لا ابدا مفيش، سيادتك حضرتك بس انا كان نفسي اسمع صوت سيادتك قبل ما اموت ولا يجرى لي اي حاجه، وخصوصا ان حنجرت حضرتك بسم الله ما شاء الله جمل. انت هتستظرف يا مواطن، انجز، عايز ايه؟ اخلص. لا ابدا والله، يعني حضرتك مفيش، هو الموضوع هما فيه ان تحسين جاله مرض معدي، وان هو كان ما ينفعش ان هو يعني يجي مدينه الانتاج الاعلامي، وخصوصا ان يعني انا عارف انها مليانه بالشخصيات العظيمه زي الاستاذ احمد موسى والاستاذ مصطفى بكري، ودول ثروات قوميه في بلدنا يعني، وخصوصا ان هما بيأيدوا الرئيس واحنا عايزينه. فلو حضرتك يعني نقدر ان احنا نعمل اللقاء ده في البيت نكون شاكرين ليك. برافو عليك يا يا مواطن يا اشرف، كلك وطنيه والله. خلاص احنا هنبعت لكم مذيع النهارده، هتيجي تعمل حوار مع ابوك في البيت. احي النهارده دي احيدي. تمام عليك، تمام عليك، زي ما حضرتك تشوف. الوقت قفل السكه في وشي، لقيت اتقفل في وشي سكه كل الترقيات كده. احنا ممكن نستعد، بس بعد كده عيب تقول للي اكبر منك يا وقت يا وقت. يا باشا مش عايزك تزعل نفسك بالطريقة دي، فرفش. اديني بنفكر ولازم نلاقي حل. حل ايه بقى يا عثمان؟ حل ايه؟ كل ما ظبطها من ناحية تدربك فوق دماغي من ناحية تانية، مش عارف اعمل ايه يا عثمان. ده الدنيا كانت ماشيه عسل، دلوقتي
طب انا كنت شغلت مخي على حس البوابير اللي في المطبخ وجات لي فكره، انما ايه يا سلام على مخي. طب قول ايه رايي سعادتك؟ تكلم واحد جورنالجي من معارفك ينشر خبر يكذب فيه الادعاءات المخفي اللي اسمه سلكاوي دي. اتفوق عليك وعلى بوابيرك، ما هو كده كلام هيبقى قصاد كلامه، هو لسه خارج من السجن والتهمه كانت تسميم من انجليز، يعني بقى بطل قدام الناس فهيصدقوه هو. يعني فعملنا الفكره اياها دي وجت على دماغنا احنا في الاخر. تاهت ولقيتها سعادتك. ايه يا سلام على مخك يا عثمان. اقول يا حلاوتك يا عثمان. يلا خلص يا نبي انجز وقول. بوابيرك قالت لك حاجه تانية؟ ايه رايك نتحدى يظهر بدله الرجل الخفاش والبدله عندك جوه في الدولاب؟ ايه النباهه دي يا عثمان؟ ايه التحفنه دي يا عثمان؟ ايه البواخه دي يا عثمان؟ ما هو طالما قال ان هو الرجل الخفاش يبقى اكيد راح للترزي عشان يفصله بدله زي بتاعتي بالظبط. لا زي بتاعتي ايه؟ دي بتاعتي زباله، تلاقي عمل واحده احسن. فوق عليك وعلى الترزي وعلى بوابيرك. اعمل ايه؟ الغريبه انه بجح، مش خايف ان الراجل الخفاش الحقيقي يظهر ويكشفه قدام الناس. وانت مستغرب حاجه زي كده من الراجل الرزيل دي؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين؟ بقول لك يا عثمان، روح بلغ الرجاله يروحوا كده وكر المقاومه ويستنونا عشان نعمل اجتماع كده مع بعض كده برابطه المعلم، نفكر سوا في طريقه نكشف بيها سلكاوي عشان دماغي بدات تلمس في حاجات كده. يلا بسرعه يا عثمان، روح بلغهم بسرعه. لكن يا باشا ما كنش ولا حاجه. بس يا باشا ما بسش ولا حاجه. أسلم. بس بقى ما تزهقش اهلي. يلا روح، احتمال البوابير تكون قلقت عليك. بسرعه يا حبيبي. امرك يا باشا امرك. انا كده اعتقد يعني ظبطت كل حاجه. ده اخر يوم ليا في الماضي حسب كلام اخونا وصل المخبول. يجي بقى عمنا النظيم بقى يدبر نفسه بقى، انا مالي. تحسين يا ابن عمي، يحزنني ويؤسفني ان بلغك ان البطاريه بتاعت آلة الزمكان فرّبت شحنه تحسين وهتحتاج تتشحن تاني لمده اسبوع. بس اوعدك ان انا هحط كل عبقريتي وهبذل كل جهدي ومجهودي عشان ما يتكررش العطل مره تانية يا ابن عمي يا تحسين. وختاما بقى ما تعملش مصايب جديده يا تحسين، ها؟ ومش هوصيك على جوازه نظيم باشا والمضيه هانم، ها؟ يا حسنك يا تحسين، يا نهار اسود، انا لسه مطول هنا وبعد ما اتدربكت فوق دماغي تاني وتالت وعاشر. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يا نهار اسود، لازم الاقي حل في سلكاوي وحل في جوازة ست المظية. ما هو يا كده يا اما هختفي انا واللي خلفوا اهلي. دي مش شتيمة، ده بجد. بقول لكم ايه، روح امك انت وهو، هي مش لعبة. نرشح تحسين ما نرشحش تحسين، تحسين خلاص بقى مرشح رسمي، والنهارده كمان لي لقاء في التلفزيون. يعني يرد سعادتك يا باشا نروح لحد البيت ونطلب منه ان احنا نمسك له الحمله الانتخابيه بتاعته؟ ما يرضاش. ايوه والله يا باشا، يعني احنا بعد ما نتعب التعب ده كله ونرشحه لسعادتك وسعادتك ترشحه للقيادات يقوم مطنشنا كده ومطلعنا من المولد بلا حمص؟ تصدق انا ابتديت احب الراجل ده، لان القفه اللي اداهولكوا ده اسمه قفا معلمين، وبصراحه انا اتكيفت. يهون عليك يا باشا، احنا نتعامل فينا يا باشا؟ اقسم بالله ده احنا رجالتك وخدامينك. حاجه واحده بس اللي مقلقاني في الموضوع ده. خير يا باشا؟ ولو طلعت صح انت يا سلكاوي انت والواد ده اللي هتتسلكوا، وانا بنفسي اللي هشرف على التسليم. حاجه ايه يا باشا دي؟ كفالة الشر انه يطلع عنده دماغ فعلا ويفكر بيها. ساعتها بقى انت اللي هتلبس يا سلكاوي انت وهو، لأنه قدام القيادات انتوا اللي مرشحين الراجل ده، وانتوا اللي قلتوا ان هو ده اللي لا بيهش ولا بينش. لا يا باشا، من ناحية اطمن، هو فعلا لا بيهش ولا بينش ولا عنده مخ اصلا، بس المصيبة انه بقلشني يا باشا، اكلني الاونطة في رغيف فينه. اقسم بالله يا باشا رغيف فينه؟ ما هي دي الصياعة والاونطة يا سلكاوي. المهم بس انها تيجي على قد كده، لأن اللي انا خايف منه حصل ساعتها هتزعل انت بالجامد قوي يا سلكاوي. المهم هنروح بعيد ليه؟ كلها ساعتين وهنشوف هيقول ايه في التلفزيون، كل حاجه هتبان. ان شاء الله خير يا باشا. اقسم بالله يا باشا احلى خير.
اترف اترف اترف. خير مالكم؟ ايه اللي حصل يا اولاد؟ حد من العيلة مات؟ لا. زلزال ضرب البلد؟ لا. الانجليز احتلوا مصر تاني؟ لا. لا تكون قالت الزمن باظت. لا 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 لا. امال في ايه؟ اصلي هان ماتت. مين هان دي؟ السافل السافل الخاين القلوي الدموي الجمال سعد الدين كوبيك، مع انه كله على بعضه شبر ونص، وهي غزته بالمفك وبالرغم من ذلك برضه قتلها. هما مين دول؟ وانت فاكرك يعني يا عم واصل ترغط هيسيبه؟ ده هياخد بمسي والرجاله وهيروحوا الكوبيك دوت وهيقطعوه ورجالته. ارطغرل ما يسمعش بحاجه زي كده ابدا. الحاسس في نفسي ومأثر فيا ان ترغط ده ما بيعيشلوش نسوان. واحده تموت محلوقه والتانيه تموت مقتوله. هو في ايه؟ هو ترغط ده كافر ولا ايه؟ ما تقولش عليه كافر. مين برغط ده؟ برغط ايه يا تحسين؟ ترغط بطلك المفضل. بطلي انا؟ ايوه يا تحسين، انت ناسي لما كنت بتقعد تتفرج عليه وانت لابس في دماغك حله وماسك عصايه خشب على انها زبس؟ ليه هو انا مختل؟ انت كنت بتقعد كل يوم تتفرج على الحلقه مرتين وتقول عشان تثبت في نافوخي، واساليني يا سهام في اي حته هتلاقيني بجاوبك على طول. هي الحاجات دي كلها حصلت في المخروب ده؟ يلا يا اوغاد، يلا يا اوغاد، يلا. وانت قاعد بتعمل ايه؟ انا واصل يا جدي المخترع صاحب آلة الزمكان اللي هترجعك الزمن بتاعك تاني. انا اللي واخد عشان انتوا من سلالتي؟ انا عندي فكره يا سعاده الباشا تحل لنا المشكل ده كله. هاتها بسرعة. احنا نضرب اللي اسمه سلكاوي ده بالرصاص. صح. يا ريت. بس ده مش حل. ليه يا فندم؟ يا فهيم افندي، احنا لو قتلنا الراجل ده هيبقى بطل قومي قدام الناس. وهيفتقروا ان الانجليز هم اللي قتلوه. وبكده هيأكد انه هو الراجل الخفاش. وابوها كمان هيفتكر ان انا اللي قتلته عشان اتجوز بنته ويبقى كل حاجة باظت. نخطف. لا ايه فيه. نخطفه ونكتفه ونرفعه بالسلاح. ما ده اللي كنت خايف منه. ونقول له يا سيد يا سلكاوي يا خاين يا عميل. حلوة. اعترف. اعترف والا هفرغ المسدس ده في ام راسك. هو مسام هيعترف. ونكتبه بقى الاعتراف ده بخط الايد. أيوة. ونبعته للجرايد وهم ينشروه، وبكده نبقى احنا اللي كسبنا. تمام. انت كل حاجه عندك مكلكعه كده. لا صحيح. طب ايه رايك بقى ان ممكن ساعتها يقول انه كتب الاعتراف ده تحت التهديد؟ مش كده وبس، ده ممكن يقول اللي هددوه وكتبوا له اعتراف هم الانجليز. طب ايه العمل دلوقتي؟ احنا عايزين نشوف فكره كده صايعه، فكره تخليه يكشف نفسه بنفسه من غير ما احنا نظهر في الصوره خالص. انا عندي فكره. انت برضه؟ ايوه انا. اتفضل قول. انا ليا واحد صديقي جورنالجي. احنا نخلي صديقي الجورنالجي ده يكتب خبر في الجرايد. يقول ان الرجل الخفاش. أيوة. قرر ان هو يتبرع بمبلغ كبير جدا، وليكن مثلا 1000 جنيه للاعمال الخيريه، وهيدفع بقى المبلغ ده في حفله الكوكتيل الكبير اللي في قصر الماس باشا. طبعا بما ان السلكاوي راجل رمه ومعفن مش هيدفع اي حاجه، ومش هيقدر ان هو يطلع جنيه من جيبه، وساعتها يتعرف كل شيء. برافو برافو، ده انت طلعت بتفهم. ده انت لمست ياض على الوتر الحساس بتاع شخصيه سلكاوي القذره. والله شيء جميل يا شريف افندي. بس على فكره بقى، سلكاوي ده راجل غني ومعاه فلوس. يعني افرض هو مثلا قاوم بخله ودنقته وقذرته دي ودفع الفلوس عشان يكسب في صفه ألماس باشا ويكسب قلب ألمازية هان، يبقى ايه العمل ساعتها؟ برافو عليك برافو عليك، انت طلعت قذر. يا جماعة احنا لازم نفكر في فكرة اكثر عمقا علشان نجيب داغ الوغد ده. امال فين افكارك يا ملك الانهاك والارباك؟ سبتها لك يا عم الحلو. ما انا كل ما افكر في فكرة يطلع لي فيها خازوق. انا هقول لكم على فكرة في غاية الحنكة، بس مشكلة الفكرة دي ان فيها خطورة شوية.
عجيبة والله. راجل عميل قذر زي ده دوخنا احنا، احنا الدوخة دي هزلت. ممكن تخلص عشان يسمعنا الفكرة اللي فيها حكة دي؟ قول يا أستاذ. احنا هننزل إعلان في الجريدة بإن الراجل الخفاش بعد تفوقه في مقاومة الإنجليز قرر إنه يساعد أي محتاج في محاربة الجريمة بإنه يبعت له رسالة ضوئية على شكل خفاش، يقوم ينطلق الرجل الخفاش بتاعنا ويقبض على المتهم ويسلمه للعدالة ويسلمه للبوليس. ده الخيال كل دماغك خالص. انت شفت الفيلم؟ يعني ايه يا باشا؟ لا انا بهزي بس عشان اعصاب متوترة حبتين. ايه ده؟ حلوة بهزي دي. انا بقيت بقول كلام بشواتي زيكم. بص يا باشا. بصينا. بص تاني. انا شايف ان الخطه اللي قالها عدي افندي هي خطه ممتازه، لان السيد السلكاوي اذا فعلا قدر ان هو يتغلب على بخله ويدفع المبلغ الكبير ده مستحيل يقدر يتغلب على جبنه، لان الراجل ده جابه من جواه، وساعتها يتكشف سيد السلكاوي واحنا نكسب تاني. صح، لا فكره والله معقوله خالص، احنا ننفذها على طول وان شاء الله تجيب نتيجه. اديكم معانا رجاله كده. ايوه قولوا باميه والله يطوف. الواحد مش عارف هيعمل ايه في اللقاء بتاع التلفزيون ده. سيب نفسك واتكلم ببساطه خالص، اعمل زي ابن البلد كده، اتكلم بتلقائيه ومن قلبك، واللي من القلب بيوصل للقلب على طول. طب وهو لما اتكلم قدام الكاميرا بتاعت التلفزيون دي هيوصل لكم الكلام على طول ولا بياخد فتره كبيره؟ اه طبعا، انت عارف القمر الصناعي ده بينقل الصوت والصوره في جزء من الثانيه. ده ايامنا الصوت كان بينتقل عبر التليفون بعد فتره كبيره. ايامكم بقى يا جدي ايامكم. انما اللي انا مستغربه انت ليه ما روحتش تسجل في التلفزيون؟ ها؟ يعني على الاقل كنت تتفرج على مدينه الانتاج الاعلامي، في ارض هناك اسمه احمد بوسه هيبسطك قوي. انا اقصد ان اعمل حوار هنا في البيت عشان الناس تحس وتشعر ان انا واحد زيهم عايش نفس حياتهم في بيت تقريبا زي بيوتهم، عايش مشاكلهم وهمومهم لانها هي نفسها مشاكلي وهمومي، زي عبد الواحد الجنايني وزي ولاده. اه هم اللي خربوا البلد. قوم وسعوا من هنا. إيه؟ عايزه احفر في المكان ده. ايه الاستباحه ده؟ ايه يا مرات ابن عمي تحفري فين؟ مفيش حاجه هنا. الجن قال لي ان الكنبه دي في تحتها اثار، يبقى في تحتها اثار. لا استهدي بالله كده، ده البيت اللي فاضل لنا، عايزاه يتهد يعني ونبقى في الشارع، وبعدين ممكن يمتهدوها فرصه ويستولوا عليه ويضموه لهيئه التجمعات العمرانيه زي جزيره الوراق كده ونترمي احنا في الشارع. يا سلام يا سلام، واحنا ان شاء الله لما نلاقي اثار هنحتاج البيت المعفن ده. طب وسعادتك لما تلاقي اثار هتلاقي اللي يشتريها منين؟ تحب اختراع لك اتنين اماراتيين يشتروها ويعرضوها في المتحف بتاعه هناك؟ ملوش لازمه الكلام ده، انا هكتب رسائل على الموبايل. انزل يا محمد، ابوك لقى اثار ومحتاجين حد امين يصرفها. رسائل ايه وكلام فارغ ايه يا وليه يا مناخوليا انت؟ بقول لك ايه، انا عندي لقاء مهم دلوقتي مش ناقصاكي. شكلهم جم. بقول لك ايه، خد الجن بتاعك وخش جوه استخبي لا تكون شرطه الاثار. انصرفي انصرفي. اشرف يا جد. تعالى افتح الباب. ايوه جاي. يا سلام لو يبعتوا لنا المذيعه اللي اسمها سوزو كوارث دي، يا سلام ده كان الواحد ينبسط اخر انبساط. البلد اتملت اوغاد. مساء الخير، دي شكه الاستاذ تحسين. شكت؟ ها؟ ايه المذيعة فقدة النطق اللي جايبينها لنا دي؟ ضيف برنامجنا النهارده هو واحد قرر يخوض السباق السياسي ويشترك في العرس الديمقراطي. معانا ونرحب بالمدير السابق لقسم الفاكس بشركة البيضة، الأستاذ تحسين السمنهوري. أهلا وسهلا أستاذ تحسين. أهلا. إلهي ربنا يخيبك يا تحسين وتطلع تهرتل زي ما بتهرتل طول عمرك، بدل ما سعادة الباشا يعمل معانا الجلاشة.
اقسم بالله انا ما اعرف انت الام الجدع ده ليه، ده ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض، ده اهبل وعبيط. اهبل وعبيط؟ الخوف زي ما بقلشنا من الحمله الانتخابيه بتاعته يلبسنا في الحيط. ايوه جاي، احلى كوبايتين شاي النهارده على حساب القهوه عشان استاذ تحسين اول مره يطلع على التلفزيون. يا رب بقى يجيب سيرتنا وسيره المشاكل وسيره الحته دي، عشان انا خلاص نويت ادي صوتي لتحسين. ما طبعا، ما هي الطيور على اشكالها بتقع وتتهبل، اكيد امثالك هيدوا صوتهم لامثاله، بس باذن الله هيهرتل اخر هرتله. ولا ايه يا ناصح؟ اقسم بالله احلى هرتله. انتوا خايفين بس للراجل اللي يقول كلام موزون فيقرع سبالحه بتاعكوا ده. خش بقلبك يا برنس. قلبك يكين وجع قلبك. نقط نقط بسكتك وعلي المخروب ده. انا زرعت جهاز قراءة الافكار تحت كرسي المذيع، دلوقتي بقى هنعرف هو بيفكر في ايه بالظبط. يا سلام عليك يا وادي يا واصل يا عبقري. ايه 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 اكيد دلدول تبع حملة عشان نبنيها. ابو شكلكم المرشح قال ادينا بنطبل لام المسرحية بتاعت السيسي خلينا ناكل عيش. يا نهار اشرخ، ايه ده؟ الناس دي هتروح من ربنا فين؟ ما تسكت يا واصل بقى، بطل لوك 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 بقى، خلينا نسمع الراجل يقول ايه في اول طالعة. وبعدين ابعد الجهاز دوت كده عشان ما يزولناش، يا اما هاخد اللابتوب بتاعي واروح على اوضتي. والله يا ترى عند حضرتك برنامج انتخابي ولا هتكون زي سيادة الرئيس؟ انا عرفت انه ما قدمش برنامج انتخابي في الفترة الاولى، صحيح؟ نعم. والمرة دي برضو ما فيش؟ طب على الاقل يقول هو عمل ايه في الفترة اللي فاتت. مش محتاج كلام، الرئيس طلع بالبلد لقدام. انا بقى عايز ارجع بيها لورا. ازاي الكلام ده يا استاذ تحسين؟ هي الناس بتتقدم ولا بتتاخر؟ هو انتوا فاكرين ان انتوا كده طلعتوا لقدام؟ احنا زماننا، قصدي في كتب التاريخ، مصر كانت حاجه تانية خالص. شوفوا مصر كانت عامله ازاي من 100 سنه، رغم انها كانت محتله الا انها كانت بتعيش نهضه ثقافيه وعلميه عظيمه. كان فيها افضل اطباء، افضل مهندسين، افضل فلاحين، وكانت الارض كلها خير وبتطلع خير. النيل كان ماشي وسط الناس وكانه واحد منهم. كان لما يغضب تشعري حتى وهو بيغضب غضب الاب من ولاده. وكانت بتعيش مصر فتره اقتصاديه عظيمه، كانت من افضل دول العالم اقتصاديا، كانت مدينة بريطانيا العظمى اللي هي كانت اصلا محتلاها. ما كانش في مشاكل في السكن ولا في العيش ولا في الميه ولا في الكهرباء. صحيح الكهرباء ما كانتش واصله لمناطق كتير، لكن كانت الاخلاق منوره البلد كلها. ما كانش فيه سد عالي، لكن كان فيه حب، انتماء، عزيمه، وضمير صوته عالي. يا سلام عليك يا جدي، يا سلام عليك يا نظيم يا ثمنهوري، ادي جامد عشان جامد لسه ما خدش. ربنا يستر والبيت ما يتضربش بالطيران دلوقتي. والله هو الكلام حلو وعاجبني، بس الله يرحمك يا جدو بقى. تفتكر عم وصل هم لو خافوه هنعرف نبدله ببابا ولا خلاص كده؟ بس يلا. ورغم كده، رغم الحياة الجميلة العظيمة دي، إلا إنهم رفضوا يعيشوا حياة متغمسة بالذل، عشان كده قاوموا الإنجليز عشان يطردوهم برا البلاد. ما كانوش يعرفوا الخوف إلا من اللي خلقهم. ما كانوش بيخافوا من فقر ولا من جوع، عشان ما كانش في حد بيبات من غير عشاء، ولا كان بيخافوا من حد يخبط عليهم في انصاص الليالي عشان كلمة حق اتقالت أو رأي مخالف لخديوي أو سلطان. عشان كده برنامجي هيكون مصر بتاعت زمان. يعني أنت مش عاجبك الاستقرار والازدهار اللي احنا فيه؟ مش شايف الأمن والأمان؟ ولا عايزنا نبقى زي سوريا والعراق؟ ما هو اللي بتعملوه ده هو اللي هيودي البلد لمصير سوريا والعراق. كفاكم كذب وتدليس ولعب بالعقول. قد تخدع بعض الناس لبعض الوقت، لكنك لن تخدع كل الناس كل الوقت. سواء كسبت أو ما كسبتش، أنا عايز أشوف مصر زي ما بحلم بيها وزي ما كل مصري بيحلم بيها، رائدة للحضارة الإنسانية. تحب تختم كلامك بإيه يا أستاذ تحسين؟ لازم نحرر مصر من ولاد عبد الواحد الجنيني. مصر لازم ترجع لأهلها. يا
ينصر دينك يا استاذ تحسين. ايوه كده، هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين مصر بتاعت زمان. تحسين لبسنا في الحيطه يا ناصح، لبسنا بالجامد قوي، ومش اي لبسه، ده لبسه مغريه كمان. اقسم بالله هنروح في 60 داهيه بسببك. اعمل فيك ايه؟ ما كنا قاعدين كافيين خيرنا شرنا، قعدت تقول لي نرشح زفت نرشح زفت لحد ما رحنا في توكر. خسرتك يا ناصح، خسرتك يا ناصح يا عاي. ملوش لزوم الكلام ده والنبي يا ناصح، المهم نشوف نتصرف هنعمل ايه. لا اسمع مني بقى، احنا ما قدمناش غير حل واحد، نروح للباشا ونترجاه يدينا مهله، نقعد مع اللي اسمه تحسين دوت، نخليه ينسى الكلام اللي قاله ده ويبدا يتكلم كلام موزون. مش عارف ايه يا جماعه، شايف الكلام مش عاجبكم يعني؟ ما الناس كلها مبسوطه اهو على العاد. النبي يا عم مش ناقصينك انت كمان. عيل بلط. يا سلام، ليه يعني يا عم؟ وانا كنت عملت معاك ايه؟ وبعدين اعملوا حسابكم، اول الشهر قرب وانا عايز حساب الشهر القديم. وبعدين انتوا ما طلبتوش حاجه النهارده، ايه اجيب لكم 2 هوت شوكليت؟ اقسم بالله سئيل. حرامي 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 حرامي. مساء الخير. نورت قصرك يا نظيم باشا، بقالنا كتير ما شفناش بعض. يخرب بيتك يا ربي، هو بغباوته وشلاظيمه وسحنته العكره، شكلك زي في المستقبل بالظبط. انت بس الفرق في التخطيط العمراني اللي في وشك ده، لو تكمل الكبر اللي تحت الانشاء ده بدل ما يجي شعرك لحد هنا وقوم واقع على صدغك تبقى مشكله. سلاله معفنه. وانت شكلك كبرت يجي 50 سنة، شفت اخره شغل المقاومه والعبث بتاعك ده؟ اديك عجزت وشخت وانا ما زلت في ريعان شبابي. لا وايه، فزت بكل حاجه كمان. نجوم السماء اقرب لك. انا هكشف للناس كلها كذبك يا كذاب يا عميل يا عميل امن الدوله. وهنا بقى مفيش سهام عشان تحميك. مين سهام دي؟ وايه الهراء اللي انت بتنطقه ده؟ ده الجرايد كلها بتحكي عن بطولات سلكاوي به الرجل الخفاش وتصديه للاحتلال. انا بقيت بطل قومي يا نظيم، وبقيت ثري من شغلي مع الانجليز. شفت صدفة احلى من كده؟ يعني الناس بتحبني والانجليز اثروني، حاجة كده مساء الخير خالص. زي ما المثل بيقول، الشعب ده غلبان وبياكل لبان. يخرب بيت قلشك، تقيل الظل زي المستقبل بالظبط. بس معلش، كل اللي بتقوله ده كذب كذب، وانا هكشفك وهكشف كذبك يا نصاب. سيبك بالكلام ده يا نظيم باشا، المهم انا جيت النهارده ادعيك على خطوبتي من ربة الصون والعفاف المظية هانم المظ. والله صبرت ونلت يا سلكاوي. شوف انا هقولها لك واجري على الله. كده وشبعنا من نصب وجبنا من عند رجلينا، وفي حاجه في نفسي اعملها من زمان وكانت سهام منعاني. حاجه ايه دي يا نظيم يا خسران؟ اخدك خطافيه وعلى الطريقه القديمه. استعد، خد في اسنانك. اي اي سئيل حتى وانت بتضرب. عثمان هات كيس زباله وتعالى. انا كل ما اصلح فيها تبوظ ضربه للبوس. ازاي الزرعه تكون كوسه وتطلع موس؟ حتى ما ينفعش. العيب في البوس مش في الميه ولا في البس. البس نطلع من نقره البحيره والحل في النازل على طول، والناس بتصدق عمياني من كدب سياده المسؤول. وازاي بكره هيكون احلى والحاضر ماشي بمحلول. مشفعنا اوانطا، مشفعنا اوانطا. اقسم بالله كل حاجه تحت السيطره. تشوف لنا نقمه ناكلها. وانا متامرين حلاقيها منين انا ولا منين؟ احترت يا ناس مصر يا جماعه، ورهنت البيت والثلاجه
كرياس هو كده. وحكومة البيت والجريانة بتطلب وخلاص. لا تحوم 100 جنيه نطلع من نقرة لتحضيرة والحلف النازل على طول. والناس بتصدق عيالي من كدب سيادة المسؤول. وازاي بكرة حيكون أحلى والحاضر ماشي بمحلول. مشبعنا أونطا مشبعنا أونطا. لا واضح إن في ناس لسه ما شبعتش. بس أنا شخصياً شبعت.